تقول بعد طواف الوداع اشتريت بعض الأغراض، فهل ما فعلته يفسد علي الحج؟ المشتريات بعد طواف الوداع فيها تفصيل، إن كانت لحاجة السفر أو للهدايا التي يهديها القادم إلى أهله لا بأس بذلك ولا يؤثر على طواف الوداع. أما إذا كانت المشتريات للتجارة، يعني اشترى سلعا للتجارة، فإنه يعيد طواف الوداع. لا بارك الله. أما الحج فالحمد لله، لا هي تسأل عن الحج ككل، لا الحج لا يتأثر بهذا، الحمد لله سبحانه وتعالى أباح البيع والشراء في حج. دار على العالم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، والمراد بذلك الاتجار في موسم الحج. الحمد لله الحمد لله. إذا تنصحون كل من ودع أن ينفرد مباشرة في الصلاة؟ هو الوداع لا يكون إلا في النهاية بارك الله عند السفر، لكن لا مانع أن الإنسان يمر على سوق ويأخذ هدايا أو يأخذ شيء للسفر يستهلكه بنفقة السفر لا بأس به الحمد لله، أو يمر على المنزل يحمل العفش يطلع العفش منه أو يجلس يتغدى أو يشرب قهوة أو ما أشبه ذلك لا بأس به الحمد لله بارك الله فيكم.